تعجبني وفاء عامر عندما أدى الدور تحية كاريوكي، نعم أم لا؟ لا ما عجبتكيش؟ لا. ليه؟ يعني التشابه بعيد أولا كشكل عم تقصدي، حتى المكياج ما تناولش التشابه كويس، مثلا زي أحمد زكي مع عمل أنور السادات وعمل عبد الناصر، فكان المكياج متقن جدا. هي ما اهتمتش يمكن في النقطة دي، رأسها ما كانتش متمكنة منه. يعني تحقيقا انت بتمثلي شخصية راقصة، فيمكن تحاولي تتدربي على انك تبقي راقصة اكتر ما انت ممثلة، لان انت اساسا ممثلة. يعني شكلا عم تقصدي واداء لم تكن موفقة في الرأس، لم تكن موفقة الشخصية نفسها.